هذا النبات الجميل هو المسمى أم كلثوم، يأتي في ألوان متعددة، large shrubs، كويس للهجز وما شابه ذلك، منه لون أبيض ولون أصفر ولون زهري وأصفر وأبيض طاقم في بعضه. تكبر الشجرة ممكن تطلع مترين وثلاثة وأربعة، وبعدين عليها هذول الأشياء هاي بصير لونها أسود، تأكلها العصافير، وفي بعض الناس بيأكلها نفسها على اعتبار أنها ثمار، بس يعني كويس لتغطية الأسوار وما شابه ذلك. تحتاج إلى بعض التشذيب